دكتور علي، كنا عايزين نتكلم مع حضرتك عن التحديات اللي بتواجه العالم الإسلامي خلال الفترة الحالية. نعم، ثمة العديد من التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في هذه المرحلة، سواء كانت هذه التحديات تحديات اقتصادية، تحديات اجتماعية، تحديات سياسية، تحديات على مختلف الصعد، لكن بالتكاتف، بالاعتصام، بطاعة ولي الأمر، بالاستماع إلى كلام العلماء العارفين، العلماء المهتمين ببيان مشاكل الناس ووضع الحلول لهذه المشاكل اعتمادا على كتاب الله تبارك وتعالى واعتمادا على السنة، من خلال الغوص في هذه النصوص الشرعية والبحث عن مقاصد الشارع الكريم في درء المفاسد عن الناس وفي جلب المصالح لهم، باعتبار أن الشريعة الإسلامية، باعتبار أن الإسلام أخي الكريم إنما جاء لتحقيق مصالح الناس على اختلاف أنواعها، اقتصادية، اجتماعية، تربوية، ثقافية وغيرها، في الدنيا وفي الآخرة، ودرء المفاسد عنها. لكن مشكلة يعني بعض المسلمين اليوم هو التركيز على أن ظاهر النص الشرعي والجمود عليه، هذا الذي ولد إلى درجة كبيرة ما يعرف بالتطرف وما يعرف بالإرهاب وعدم قبول الآخر وعدم استساغة يعني أن يعيش الآخر في مجتمعك أو بجوارك. البحث عن مقاصد الشارع الكريم المتمثلة في درء المفاسد عن الناس على اختلاف أديانهم وألوانهم وأجناسهم ولغاتهم، وتحقيق المصلحة الدنيوية لهم والمصلحة الأخروية، باعتبار أن الدين لله عز وجل والوطن يتسع للجميع، هذا إنما يتأتى من خلال الالتزام بمنهج العلماء. وكنا نتحدث قبل قليل، كان أخونا الدكتور عمر يتحدث عن يعني صفات الداعية، وذكر يعني أخونا قبل قليل أنه لابد من أن يكون الداعية ملما بالشريعة الإسلامية، مطلعا على الواقع الذي يعيش فيه، في فقه واقع، في فقه متاح لابد من أن يسلكه الداعية أو العالم من خلال الإعلام لحل مشاكل يعني المسلمين، أيا كانت هذه المشاكل، سواء حتى لا ينفصل عن الواقع. صحيح. نعم، الداعي يجب أن يكون ابن عصره كما يقولون، ويجب عليه أن يتحدث مع الناس بلغتهم، حتى بلغتهم، لا أقصد هنا اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة طريقة الفرنسية، التفكير نفسها بعقولهم، بأفهامهم، بحيث ينزل الداعية إلى مستوى المخاطب، الإنسان المخاطب، حتى يبصره أو حتى يبصره بحقيقة الإسلام، لأن هذا الإسلام ما جاء ليشقى الناس به، وإنما جاء حتى يسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة. ثم التحديات، لكن إحنا بالتكاتف، بمحبة كل واحد منا للآخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب يعني يجب على كل واحد منا أن يحب لجاره، لزميله في العمل، لأخيه، لكل البشرية، بغض النظر عن أديانهم، مرة أخرى بغض النظر عن دينه أو جنسه أو عرقه أو لغته، أن يحب المرء لأخيه، لأن الأخ إما أن يكون لك يعني أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، نظير أخ لك في الإنسانية، باعتبار أنه إحنا كلياتنا أبناء آدم وأبناء حواء، إحنا كلنا البشرية كلهم هم أبناء أسرة واحدة، أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، من مصالح الدين ومصالح الدنيا. ومتى شاعت المحبة بين الناس، ثق يعني تماما أن الخير سيعم الجميع.